قلنا قبل فترة أحسن مشروع، أعظم مشروع، أول أولوية، أول هدف، أول نصر، أكبر انتصار نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ نحاول نظبط النية. لما الأعمال بالنيات لكل مرة ما نوى. إيش ما فينا نظبط النية نظبط، بعدين نحسن بنية حسنة إحسان. السلام عليكم. نتطهر بنية حسنة، نكون متقين. أغلبك بدي عصير قصب قبل ما أروح الحلاق. نكون متقين بنية حسنة، نكون مطهرين بنية حسنة. سلم يديك وقلبكم. هذا أبو أحمد من أحسن الناس اللي بيعمل عصير قصب، وأبو قادو حسب الطلب بدكم أنتوا حليب، حليب كوكونات، حليب عادي بالتمر من غير سكر. أحسن مكان هنا في الخبر، الثقبة، خبر الشمالية، طريق الخبر الشمالية، طريق البحرين، يعني البحرين تقريبا 10 دقائق من جسر البحرين، وهنا الخبر على طريق المطار، طريق الملك فهد. من أحسن الأماكن ما شاء الله ما شاء الله. نتذكر دائما نغير عادات غذائية صحية اجتماعية إلى الأحسن، مهما بلغنا من أي نجاح، سواء كان نجاح صحي، نجاح أسري، نجاح مادي، نجاح مهني، نجاح تكنولوجي، نجاح عمارات، طلعنا المليارات، جبنا تريليونات، المليون 6 أصفار، البليون 9 أصفار اللي هو المليار، التريليون 12 صفر. ناس، في ناس ما بيعرفوا انه قيمة اللي عندهم من اباء وامهات وجيران واصحاب بيسووا لو نحط 100,000 صفر وقبله 5 ما حيسوى بس شوفتهم. فاحنا دائما نحمد ربنا في كل الاحوال، طالما ربنا موجود ما بنخاف من اي شيء. فهالدنيا هاي في جنة ممكن مدتها 100 سنة، الله يطول في اعماركم، وممكن في جنة مدتها ابدية في الدنيا الثانية. فنحاول نظبط الجنة هاي عشان نعيش جنة ابدية. وقلنا مهما بلغنا من نجاح، اذا ما في نجاح ايماني على الفاضي، مهما واحد قدمنا من 20 سنة 28 سنة معنا كويس، ممكن فترة يقلب عليك او العكس صحيح. فكله الاعمال بالنيات. هاي عصير قصب من احلى ابو احمد. انا رايح عند الحلاق وجاي لك. اوكي، اعطيني شوية مكسرات. شوف ما شاء الله هو بذكرني بالمكسرات، فحروح عند الحلاق كمان. هذا الحلاق ماشي حاله. من حبنا لله بنحب كل الناس، بعدا كامل عادي، مش لازم احنا نكون كاملين، اهم شيء نسعى الى الكمال، نسعى الى الحصول على حب الله ورضاه. هذا اهم واحسن أمنية كل شخص، سواء كان فقير، كان مؤمن، كان غير مؤمن، كان مسلم، كان مسيحي، كان يهودي، كان أمنية كل شخص، سواء كان مريض أو كان عاقل أو كان مجنون أو كان كبير بالعمر وحيموت أو عنده ناس حيموتوا، أمنية كل شخص أنه يحصل حب الله ورضاه. هاي الشجرة اللي احنا نكبرها، نزرعها، نسقيها، ناكل من ثمارها ونوزع الثمار للغير حسب الترتيب، أول شيء نفسي، بعدين أهلي، بعدين جيراني، بعدين الأعداء. أعطيهم ثمار، مش غلط، ثمار الهداية، ثمار المحبة، ثمار التسامح، ثمار أنه ما أسب، ما أوسخ نفسي. الأعداء من أهلي، الأعداء من جيراني، الأعداء من أصحابي، الأعداء، اللهم استعان، اللهم استعان. ما حدا كامل، كلنا ما بنعرف نوايا الناس، كلنا بني آدم. نجاح أي واحد فيكم هو نجاح لإلي. خلينا نشرب العصير أحسن لأنه حلاوته فريش. وهاي عملنا مكسرات، يا سلام، وعم يعملنا أفوكادو حسب الطلب. أبو أحمد شوية وجاي لك. ها، خذ راحتك، أنا رايح هلا. لازم نتذكر أنه أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاءكم مريض. أنت تظن تعرف حقيقة، أنا أظن أعرف حقيقة، والحقيقة عند ربنا. نحترم بعض مع اختلاف وجهات النظر، مع اختلاف أي شيء موجود. اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث.